طفرة غير مسبوقة قادتها دولة مصر في قطاع البترول بعد تبنيها لرؤية واستراتيجية طموحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. وبرغم التحديات العالمية غير المسبوقة، نجح هذا القطاع في تلبية كامل احتياجات السوق المحلية خلال 9 سنوات الماضية، والتي بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وصارت مصر محورا استراتيجيا لتصدير الطاقة بشتى أنواعها. تحولات جذرية ونقلات نوعية شهدها قطاع البترول والغاز في السنوات الأخيرة، تحولات ونقلات مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة من خلال تنمية حقول الغاز المكتشفة ووضع مناطق جديدة على خارطة البحث والاستكشاف. بلغ إجمالي الاستثمارات المحققة في قطاع الطاقة منذ عام 2014 نحو 2.3 تريليون جنيه، هو ما ساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية في رحلة التحول إلى الجمهورية الجديدة من عجز في الكهرباء واستيراد كبير للغاز الطبيعي والسولار وغيره من مصادر الطاقة إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمي للطاقة. خلال العام المالي 2021-2022 زادت الاستثمارات العامة للبترول بنسبة 85% مسجلة 47 مليار جنيه مقابل 25.3 مليار جنيه عام 2013-2014. كما زاد الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 32% مسجلاً 69 مليار متر مكعب عام 2021-2022 مقابل 52.2 مليار متر مكعب عام 2013-2014. كذلك تم تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً، فضلاً عن 11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل خلال العام الماضي. هذه الطفرة رفعت من معدل نمو قطاعي الغاز والبترول بنحو 1.7% عام 2021-2022 مقابل تراجع بمعدل 4.4% عام 2013-2014. زيادة الاستثمارات ونمو الإنتاج أدت إلى تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 ملايين طن خلال عام 2022 مقارنة بنحو 7 ملايين طن العام السابق. كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة فاقت 171%. وبالنسبة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فللعام الرابع على التوالي يتم توصيل الغاز إلى ما يتراوح بين 1.1 إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً، تعادل حوالي 19 مليون أسطوانة بوتاجاز. وفي إطار التزام الحكومة بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكلفات الرئاسية ومنها مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف، فقد تم توصيل الغاز إلى 185 قرية منذ بداية المشروع تخدم حوالي 620 ألف عميل. وفيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات، وصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022 إلى حوالي 483 ألف سيارة. كل هذه الجهود انعكست على رؤية المؤسسات الدولية لقطاع البترول، حيث أشاد البنك الدولي بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبتأثيره على حياة ملايين المصريين، فيما توقعت وكالة فيتش أن يستمر الأداء القوي لقطاع البترول والغاز المصري بالنظر إلى الاستثمارات الحديثة بالقطاع وزيادة طاقة التكرير. كما منحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية قطاع البترول ممثلاً في شركة بتروجيت شهادة الموسوعة لإنشائه أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام
في جنوب سيناء. هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا ما تم من وضع أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال وإدارة اقتصادية كفء وضعت في اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية في الدولة مع تحديثه وتطويره وتحقيق الاستفادة المثلى من توجيه القيادة السياسية لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يخدمه استقرار سياسي.